والعز والهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم جميعا بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأفراح، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وأمننا وجميع شعبنا. قدموني إخواني وهم أكبر مني سنا وأعلم مني قدرا لأتقدمهم في الكلام في هذه الليلة، وقد أتينا إلى أخونا وشيخنا ابن عمتنا الشيخ جابر الفارسي مشاركين ومباركين، وهو صاحب الأول فينا والمتقدم دائما علينا وما نوفي حقه أبدا، معنا عطية بيننا وبينه وهو يستاهل أكثر، هذا علمنا وسلامة الجميع. ساري باقي والعد ونسلم، الله يحييكم. مرحبا بعيال الأخوة، أهلا وسهلا بكم جميعا على ساقتكم ومعاكم، الله يحييكم، عطاكم وافي وصفكم وافي وأنتم وافي وأنتم أهل الوفاء، وما نقدر نوافيكم حقكم، فالله يحييكم، مرحبا بكم، تفضلوا حياكم الله. قدموا معنا مرحبا.